الوليد الجميل يستقبل فريق الأخضر العنيد في مباراة مهمة جدا، سواء كان على الصعيد الترتيب المجموعة الأولى، فالنصر ب 25 نقطة بينما فريق الأخضر في الترتيب الثاني ب 27 نقطة. تطرق المباراة لوسيو بالون يفتح زاوية للتسديد، يمر من الأول، يمر من الثاني، مازال يحمل الكرة، مهارة كبيرة لهذا اللاعب البرازيلي. هذه كرة تسديدة ولكن سهلة عند حارس المرمى، يسلم كرة لعبد الرحمن العمامي، هذه كرة خطيرة ولكن سهلة عند حارس المرمى. في أرضية الملعب صدام الورفلي وأيضا أنس الورفلي وأيضا عبد الرحمن العمامي، وهذه كرة والهدف الأول لصالح فريق الأخضر. إذن فريق الأخضر يباغت فريق النصر بهدف عكس مجريات اللعب، يعني النصر كان مسيطر على مجريات المباراة. شوف الكرة، شوف الكروس اللي كان من المميز اللاعب المهدي كوت، وبالراس بلمسة واحدة رأسية أسكنها في أقصى سقف المرمى هذا المهاجم الرائع الممتاز مرعب الحراس اللاعب أحمد كراو. النصراوية أكيد في الدقائق القادمة، هذه كرة من خالد مجدي في لمسة أولى وأجاياي، ولكن ما زالت الكرة في أقرب عند العمامي. كراو صاحب الهدف الوحيد في هذه المباراة حتى هذه اللحظة. من جديد صلاح فكرون يلعب الكرة ولكن كرة سهلة عند حارس المرمى هارون البيري. فريق النصر جواد رزق، هذه كرة بلمسة أولى صالح فريق النصر. هذه كرة خالد مجي هي كرة بشكل طيب عند ورفلي يلعب كرة بالعرض، مرت من الجميع، مطالب بوجود شيء وتسديدة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. أري بابل يسلم كرة عند عند العمامي، العمامي فتح اللعب عند أنس ورفلي، ورفلي خطير يدخل يلعب الكرة بالعرض، فرصة الثاني والهدف الثاني. الهدف الثاني لصالح فريق الأخضر عن طريق جلاد اللاعب جاك بيسان. إذا جاك بيسان يحرز الهدف الثاني، سيد هذا المهاجم الخطير جاك بيسان. شوف الكرة من العمامي، فتح اللعب بشكل ولا أروع، استلام من ورفلي، التخلص في مرة أولى، لعب الكرة بالعرض على طبق من ذهب، وجاك بيسان يسكن الكرة الشباك لتعلن عن ثاني أهداف اللقاء لصالح فريق الأخضر، ليتقدم فريق الأخضر بهدفين مقابل لا شيء، والفرحة واضحة أمامنا على لاعب جاك بيسان. إذن هدفين مقابل لا شيء. باولينيو يلعب الكرة ولكن مرت بجوار القاعم، رأسية أغايي لاعب جونيور أغايي. شوف الكرة، كرة بالعرض وتسديدة بالرأس ولكن رأسيته مرت بجوار القائم. إضافة جديدة لهذا المدرب في تشكيل فريق الأخضر، والابتسامة واضحة، هدفين مقابل لا شيء، أداء طيب. أغايي التورغي سدد والكرة مرت. هذه كرة من أغايي عند التورغي سدد كورته، ردت الكرة من جديد لأغايي، حاول نلعبها بالكعب ولكن كورتا مرت بجوار قائمة، تكون ركلة مرمى في الجهة اليسرى. طبعا هناك تبديلات أجراها فريق النصر بدخول اللاعب سالم لمسلاتي روما، هذه كورة لصالح فريق النصر وأول أهداف اللقاء يضيع على فريق النصر. مازالت كورة خطيرة، تسديد على مرتين ولكن أقرب عند حارس المرمى. أيضا تسديد على مرة أولى ومرة ثانية اللي مرت من جميع سالم لمسلاتي في أول لمسة، والتسديدة من باولينيو والإبعاد من الكوت. تسديد المرة الأخرى اللي كانت من العمامي، والإبعاد دائما من هارون البيري اللي كان له دور كبير جدا. لعب الكرة بالعرض هارون البيري بالامتياز، أغايي في التسديد الكوت يقطع الكرة في الطريق ويمنع فريق النصر من هدف تدليل الفارق في اللقطة الماضية. خالد يرسل كرة ملعوبة بالعرض والبيري والهدف عند باولينيو لوسيو. باولينيو لوسيو يعطي أول أهداف اللقاء لصالح فريق النصر، هدف تدليل الفارق. لن يكسر جدار الصمت إن صح التعبير باولينيو لوسيو، ويهتز شباك هارون البيري. هذا اللاعب باولينيو لوسيو، هل نشاهد ريمونتادا نصروية أو الريمونتا كما تقال بالإيطالية أمام شهاب الليلي؟ اللاعب هناك في اقصى الجهه اليمنى، استلام الكره من خالد مجدي، خالد يلعب الكره بالعرض، التعادل من باولينيو يضيع، التعادل من باولينيو لوسيو. الكره ترجع كره عند اغايي، خالد مجدي يقوم بالتسديده ولكن تسديدك سهله يا خالد يا مجدي. فاللي بامكانه المرور والتوغل يلعب كره بالعرض والهدف الثالث يضيع على تشكيل فريق النصر.
لعب محمد جدلة لعب الكرة بالعرض بشكل طيب من الورفلي، حط رجله في الكرة ولكن مرت بجوار القائم. حظوظ بالكرة، بكي لعب الكرة بالعرض، كرة عرضية والبيري والبيري، وهذه كرة والتعادل والتسديدة، ولكن علي سلام أكثر من لاعب في منطقة جزاء الفريق الأخضر، هذه كرة ملعوبة وكرة وتسديدة مرة أولى والمرة الثانية والثالثة، وين والهدف الثالث والهدف التعادل يضيع. الثالثة عند هارون البيري. التغطية حاضرة من لاعبي فريق الأخضر ولكن سرعان ما تعود نصروية. سالم لعب الكرة بالعرض، هذه كرة ملعوبة والبيري يدخل، هذه كرة خالد مجدي، خالد مجدي، خالد مجدي، والتعادل، هدف التعادل لصالح فريق النصر عن طريق جونيور أجاي. جونيور أجاي يهدي فريق النصر هدف التعادل. ياتي لعب الكرة بالعرض هارون البيري في الخروج، خرج هارون البيري، لعب الكرة من خالد مجدي اللي سدد، وأجاي بالركبة أكاي يضعها في الشباك. إذن أكاي كرات فرص خطورة على المرمى، كل شيء شاهدناه في كرة القدم. هذه كرة كراوع، كراوع مرة أولى والوذر في، والهدف والهدف، ولكن والهدف الثالث لصالح فريق الأخضر. إذن على مرة أولى ومرة ثانية أو ركلة جزاء، سوف تشوف. إذن ركلة جزاء، هناك بطاقة حمراء، ربما هناك لمس باليد من اللاعب علي سلامة. سوف نشاهد ماذا يقول حكم مباراة، مباراة مجنونة مثيرة ممتعة كما قلت، وهناك بطاقة حمراء وركلة جزاء لصالح فريق الأخضر. الإعادة لعب الكرة بشكل مميز من العمامي عبد الرحمن، استلام بشكل ولا أروع، الكنترول من الكراوع في مرة أولى، مر سدد، ومرة ثانية من كراوع من جديد، ولمسة يد واضحة على اللاعب علي سلامة، وركلة جزاء لفريق الأخضر، وركلة جزاء لصالح فريق الأخضر. عبد الرحمن العمامي وأصيل المقصبي، هل يكون الهدف الثالث والثلاث نقاط لصالح فريق الأخضر؟ عبد الرحمن العمامي يضيع، يضيع عبد الرحمن العمامي ركلة الجزاء، ويبقي أصيل المقصبي على النقطة لفريق النصر. إذن فريق النصر يبقي على النقطة. وفي هذه اللحظات يطلق حكم المباراة محمد هوني عن انتهاء مباراة النصر والأخضر بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.